اهلا وسهلا بكم ايها المستمعون على اذاعتكم سمارت 40.16. يسعدني ان اكون معكم مهندس الماء وهو شين. سوف تتكون اذاعتنا من فقرات عده، منها فقره البدايه واهم ما فيها ما يقوله المستمعون، ثم فقره حوار اذاعي بين فريق السماء وفريق الارض. اما ما يثيرنا في هذه الاذاعه فهو المسابقه. يا ترى ما هي المسابقه؟ هي مسابقه الخامس من رمضان، وسوف يطرح فيها 120 سؤالا. فاصل ونلتقي. اهلا وسهلا بكم. معاك انت مدريد. اضحك اضحك. اهلا وسهلا بكم اصدقائي وحبايبي في قناه قاموس ومجله تشات. بعد اضحك اضحك. اهلا وسهلا بكم اعزائي المستمعين في اذاعتكم سمارت 53.97، واذاعتنا مليئه بالفقرات، منها فقره البدايه وهي تعتمد على ما يقوله المستمعون. اما فقرتنا الثانيه وهو حوار اذاعي بين فريقي السماء وفريق ارض. اما الفقره الثالثه وهي الفقره الاهم، مسابقه رمضانيه، مسابقه خمس رمضان، تحتوي على 120 سؤالا. اعزائي المستمعون، نحن في انتظاركم ومعكم، وكل عام وانتم بخير. فاصل. اهلا وسهلا بكم اعزائي المستمعين مع اذاعتكم سمارت 53.97، واذاعتنا بها العديد من الفقرات، أهمها فقرة البداية وبها ما يقوله المستمعون. أما الفقرة الثانية وهو حوار إذاعي بين فريقي سما وفريق آرت. أما الفقرة الثالثة وهي الفقرة الأهم التي ينتظرها كثير من المستمعين، فقرة مسابقة رمضان، مسابقة خمس رمضان، وبها 120 سؤالا. أعزائي المستمعون، في انتظاركم معنا في إذاعتكم سمارت 53.97. فاصل. عدنا إليكم أعزائي المستمعين، مستمع إذاعة سمارت 53.97، وسنبدأ معكم من فقرتنا الأولى وهي فقرة ما يقول المستمعون، وسأقرأ عليكم ما وصلنا. بسم الله الرحمن. الذي باسمه نبدأ عمل إنشاء مجلة شبابنا وشاباتنا، وهي مجلة جاي لتكون مجلة غير بتراء، وأيضا تكون على صراط مستقيم، صراط غير صراط المغضوب عليهم ولا صراط الضالين. مستمعينا الأعزاء، أنتم في مرحلة التعليم العام G6 إلى G10، سواء كانت أعماركم من 12 عاما إلى 16 سنة، أم معكم من هو أكبر منكم أو أصغر، فأنتم جميعا محل ترحاب أسرة تحرير المجلة. ونحن جميعا من نقرأ هذه المجلة سنكون صداقة أو صراحة ووضوح، وضوح في الرؤية، عندما نكون جميعا مشاركين في مجتمع هذه المجلة. أجدد الترحيب بكم جميعا، ولكم أجمل التحايا منا نحن أسرة التحرير. ومعكم اليوم رئيس التحرير إذاعتي على التليجرام بعنوان سمارت 53.97، ومهندس الماء إذاعته على التليجرام بعنوان
سمارت 40.16. أخيرا وليس آخرا، مهندس الهواء قناته على التليجرام بعنوان قاموس ومجلة جاج، ستبدأ لساعتين والقناة في البث المباشر مدة ساعتين يوميا من كل أسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت وأسابيع الإجازات. سينمو عدد الإذاعات بعد الحج، يصبح عددها 100 إذاعة. المستمعون سيكون عددهم كثر، ولكن عدد المشاركين محدود. يتبع كل إذاعة كحد أقصى 50 من الشابات والشباب. نسأل الله البركة في التعليم واستدامته حتى يكون لدينا عدد كبير من مذيع مجلة محترفين سريمين. عندما يبدأ البث سنسمع جميعا في تمام الساعة 6:00 بتوقيت كل من القاهرة والإسكندرية، 4:00 بتوقيت مكة وجدة والمدينة المنورة. أيها الشباب والشابات وجميع المستمعين، أرحب بكم جميعا. عدنا إليكم أعزائي المستمعين إذاعة سمارت 53.97. قبل الفاصل كنا بنقرأ مع بعض فقرة ما يقول المستمعون، وفيها كنا بنقرأ افتتاحية عدد رمضان 1443. وفكركم بآخر حاجة قلناها، مذيع مجلة محترفين سريمين، بنأكد على ان البث بتاعنا هيبدأ ان شاء الله جميعا في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة والإسكندرية، 4:00 بتوقيت مكة وجدة والمدينة المنورة. ونكمل معاكم ونقول بسم الله الرحمن، أبدأ معكم كلامي وأستميحكم عذرا، في حلقات رمضان لن يكون لدي مادة لقاءات وحوارات ميدانية، ولكن سأعوضكم بأسئلة مسابقة الحج، وهي أكثر من 100 سؤال لكل فريق، يربح فيها من كل من الفريقين بجوائز نقدية للفريق الرابح وللفريق الخاسر أيضا، وسيدوم التنافس كل 3 أشهر، والعبرة في النهاية وليس لهذه المسابقة نهاية إلا بخروج كل فائز من الحياة، إما بإدخار وقفي وإما بصدقة جارية إلى قيام الساعة. من هم أولئك المشاركين؟ ده سؤال مهم. طرحنا هذا السؤال على من؟ على زميلي رئيس التحرير اليوم في بس الساعة التالية، وهو دورته في البس، دوره في البس، سيجيبنا على الأسئلة. وعليكم فاصل الآن. كان ذلك من أرشيف مجلة جاج، سنقدم لكم قراءة من قصص مخطوطة جاج، وليكم قصة من كتاب جاج 1490 بعد الفاصل. عدنا إليكم أعزائي مستمعي قناة سمارت 53.97، معكم على تويتر هاشتاج سمارت 53.97. كنا مع قبل الفاصل معاكم بنقرأ افتتاحية
عدد رمضان 1443. وبذكركم باللي احنا كنا بنقوله قبل الفاصل اللي وصلنا بورد اقراه قصة من كتاب هاشتاج جاج فاصل 1490 قروض فاصل استثمارية فاصل قمح. كان يا مكان في عام 2022 من ميلاد المسيح 1443 من هجرة النبي لعدنان عليهما أتم الصلاة والسلام وعلى آل النبي معلم البشر والجن والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. في ذلك الزمان وصل العالم إلى سدة الفوضى في إدارة الأموال التي بلغت نصيب لم يتسنى لملوك الأرض من قبل ولا من بعد. أموالهم تطبع على الورق متى شاءوا نقد للدول بالسنة ما يسمى بميزانيات الدول السنوية. تجد ما يكفي مصر وعدهم آنذاك 100 مليون أو يزيد. نصيب الفرد لا يزيد عن 10,000 جنيه في السنة بينما لدى أغنى 1000 لديهم من الأموال أرصدة معروفة بأسمائهم تكفي لسكان مصر إن يسكنوا ويأكلوا ويشربوا ويتزوجوا وينجبوا بالمجان لمدة 40 عام. إن زكاة المال ربع العشر لا تدع قريب لهم أحد من 1,000 إلى 1,000 يجوع يوما أو يعرى. فاصل ونعود إليكم. طبعا أنت عندك ما أعزائي مستمعي قناة سمارت 53 اندرسكور 97 وقناتنا على تويتر هاشتاج سمارت 53.97. ما زلنا بنحكي نقرا في فقرة ما يقوله المستمعون وبنقرا في كتاب قصة من كتاب هاشتاج جاج اندرسكور 1490 هجري. هاشتاج قناة قصة من كتاب هاشتاج جاك اندرسكور 1490 هجري في تويتر على تويتر. عدنا عليكم أعزائي مستمعي قناة سمارت 53.97 وقناتنا على تويتر. كانت هناك أزمة في السوق على أزمة حرب أوكرانيا وأي سوق مازلنا في فقر القمح يقول المستمعون 30 مليون طن ولسه في قصة ما يعادل كتاب هاشتاج جاج فاصل 1490 نتذكر الجزء الشهيرة على تويتر بابا سافر معك كان يحكي في سيزن بالكعكة بينما لدى أغنى 1000 لديهم من الأموال أرصدة معروفة والمخزن ماله مفتاح والمكان من الحداد أن يسعون الضبة والضبة عند النجار ويأكلوا والمغزى ضربة ومفتاح ويتزوجوا والفلوس قبل المفتاح طبعا الألف دول مش لديهم حاليهم والحالب عند البقرة والبقرة تحرس فدان فدان كعب حب كعب بالمجان لمدة 40 عام كان في قديم إن زكاة المال ربع يبيعوا الناس الفلوس ويسجلوا لا تدع قريب لهم أرض من الألف يجوع يوما ليس الأرض قصة النبي يوسف عليه السلام وأخرج الزكاة ولو أقرب المشرق لأقرب المغرب ولو كانوا لو كانوا 1000 وكلتون كانت كيف يجوع يوما يجوع يوما أو يعرف أي كان من أحد تسمع ضحكة الغريب الأرصدة تزداد حجبت الجمهور. كان يا مكان في قديم الزمان وبأسمع الناس الفلوس 1000
الذين يملكون ما يكفي ألف ليس الأرض من قصة النبي يوسف عليه السلام. كانت هناك أزمة مالك. السوق ملك وأي سوق ملك ملك إنه سوق القرض. ليست أرض ملك قصة النبي 30 مليون ليس الملك ملك قصة ما يعادل يوسف عليه السلام ولكن ولكن أرض المشرق هنا المغرب لعله يقصد أوكرانيا وحرب أوكرانيا زائد هو لعله يقصد في الأزمة دي حرب أوكرانيا المشهورة 22. الصندوق الدولي سنة 2022 فهما صندوقين كده سلسلة جزر شهيرة اللي هحكيها لكم بعد الفاصل. لا يدخرون قمحا ولا شعيرا ولا يعرفون إلا مسمى سويفت. ما يسمى ما يسمى سويفت. وكان ذلك يعني سويفت عندي.